أثواب إفريقية عربية. نتمنى هذه الأمسية الكروية تكون بأحلى روح رياضية. ركنية للترجي دقيقة أولى والترجي في وضعية هجومية، تقدم ثنائي محور الدفاع محمد بن منصور ووليد الهجري، يبقى خليل شمام كاليبيرو في التغطية على الدفاع، والكرة طويلة في القائم الأول والكرة جول 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 جول. الترجي الرياضي التونسي بالتحدي منذ الدقيقة الأولى يسجل الهدف الأول، بداية تونسية نارية والنار في ملعب النار في ملعب رادس الترجي، يحدث الفارق منذ الدقيقة الأولى. مباراة مجنونة منذ دقيقتها الأولى، مسعورة بلغة الفن النبيل بلغة ألوان الكرة، هدف لصفر للترجي. بداية ولا في الأحلام، بداية ولا في الأحلام للكرة التونسية. الأهلي المصري منذ البداية لم يفهم معنى الرواية معنى الحكاية، هدف لصفر للترجي منذ الدقيقة الأولى. الحكم الغالي لمطي في حوار مباشر مع لاعبي الأهلي بقيادة حسام غالي كابتن النادي الأهلي. الكرة في وسط الميدان والترجي في أقوى رهان يحقق الرسمي في هذا الامتحان بواقع الأقدام. 1-0 للترجي، أجواء جماهيرية رهيبة جدا جدا في الملعب الأولمبي برادس. دقيقتين لعب والترجي يفتتح التسجيل، الأهلي من أجل رد الاعتبار والتلو لقلب دفاع صبر خليفة، والورقة الصفراء ورقة صفراء واضحة أمامنا للشريف عبد الفضيل، ورقة صفراء للمدافع الأيمن للنادي الأهلي شريف عبد الفضيل. لا نريد مشاهدينا الكرام هذه اللقطات مرفوضة جملة وتفصيلا من اللاعبين، لأن روح العلاقات أكبر بين البلدين من هذه التجاوزات الفردية. والحكم الغاني لمحمد بركات قد يلعب الورقة الحمراء، يضع اليد من الخلف والوراء ويبدو أنها ستحمر، يبدو أنها ستحمر، بصراحة لا نريدها حمراء في هذه الليلة البيضاء. 1-0 للترجي، الكرة ماشية مليح هنالك روح رياضية، لكن لا نريد هذه التجاوزات، مرفوضة مرفوضة من جانب الفريقين. الحكم الغاني يطلب حضور كابتن النادي الأهلي حسام غالي وكذلك كابتن الترجي. لا نريد، لا نفهم، لا نفهم. طبعا حسام البدري يفكر اكيد كثير في هذه المواجهه، يعرف صعوبه الرهان، يعرف قوه الامتحان في هذا الميدان، ميدان رادس ضد الترجي الرياضي التونسي. صابر خليفه، حسام غالي والبقيه، والحكمه الغنيه قاضي المباراه السيد لمطي عليه ان يعرف كيف يهدئ الخواطر بدون اضرار على جميع المستويات. الورقة الصفراء ما زالت عند اليد اليسرى، لا 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 لا، والحمراء. قلنا مشاهدينا الكرام حسام عاشور بالورقة الحمراء في سيناريو الثاني في الدقيقة 29. النادي الأهلي وحسام البدري بقوة التعدي للترجي، إذن محمد بركات يغادر الميدان بواقع الورقة الحمراء.
مشاهدي متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج بالنسخة العربية وفي الثوب التونسي أو بالرداء المصري في أعقاب 90 دقيقة من هذه الأمسية التونسية الليلة في سارة رادس. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الأهلي، متفق عليه. هو كرة ترجع للنادي الأهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في دقيقة 43 النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على التوغل من اللاعب سيد حمدي، يحط الكرة لناجي جدو وجدو في المرمى جول. 1-0 تقدم منطقي للنادي الأهلي، 1-0 للفريق القاهري. هنا الكرة الطويلة، هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري، سيد حمدي يعمل اكسلراسيون ويهرب على الهجري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل. إذن 1-0 للنادي الأهلي في الشوط أول في وقت قاتل في الفترة الأولى، النادي الأهلي يسجل هدف التقدم. الحقيقة روح انتصارية كبيرة لعباء الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل. كرة ممتازة جدا وملعوبة بأمان، وهي تعانق الشباك ليتقدم الأهلي. كرة من وليد الهجري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1، وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. النادي الأهلي كان أفضل ما غير كلام، النادي الأهلي كان أحسن بكثير اليوم. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته، وليد سليماني ينحي الكرة للاعب بن منصور، يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكر للمدرب البدري ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الأهلي. تحب تحكي الآن معنويا بدنيا فنيا نفسيا، الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الأسرار للنادي الأهلي، هدفين لصفر للنادي الأهلي. هنا الكرة ينحيها بالمنصور، هل كان هناك خطأ أم لا؟ هل كان ممكن الحكم بوشعيب يزفر فاول لمارتين؟ ونقطة ضعف، وكرة خطيرة وفرصة، والهدف الأول من يانيك، الهدف الأول من الكاميروني، الهدف لو كان في بالي بالطريقة هذه راني حكيت في 0-0 يانيك، راني حكيت في 0-0 يانيك. ويانيك نيانك في كرة بوعسي، كان اعطيتها البوعسي روحتها وجدي ونتيجة 1-0 للترجي. على كل حال قدر الله وما شاء فعل. هنا كرة، هنا البلايلي هدية من بن شريفية، خذا ريسك كبير بن شريفية، والحكم بوشعيب الأحرش يعطي ضربة جزاء للنادي الأهلي، ضربة جزاء في مباراة نهائية 4-0 ممكن. التسديدة والمعز، بن شريفية تصدى ضربة جزاء، تريكة ضربة جزاء يتصدى لها بن شريفية، كرة في الركنية طبعا لأنه معز شد الكرة، شد الكرة معز بن شريفية، كرة في الدقيقة الأخيرة. الحكم بوشعيب الأحرش، نهاية المباراة بتفوق النادي الأهلي الذي يتوج ببطولة أفريقيا. هو جمهور الترجي الرياضي التونسي وجمهور تونس يصفق على الأهلي المصري اللي استحق انتصاره. حقيقة مبروك للأشقاء المصريين، مبروك للنادي الأهلي، جدا النادي الاهلي. رمضان الصبحي الهدف الاول، الهدف الاول للنادي الاهلي. مره اخرى مشاكل كبيره في الدفاع، نتابعوا صوره الهجمه المرتده قويه برشا من النادي الاهلي. وانطوي جون الغاني هداف كاس مصر 4-0 يصنع فرحه النادي الاهلي في 5 دقائق، في 5 دقائق جوزي انيغو يحكي مع مساعده خالد المولي ومع البريباراتور فيزيك المعدل البدني. 1-0 في 5 دقائق، قلت مباراة بادية قوة، ترجي ما عندوش أظهرة، وكرة خطيرة برشا والهدف الأول، فمش كلام، فماش تسلل. السيناريو هذا بتاع هدف الذهاب
نفس الشيء من جهة البشاق. الكرة فرصة للترجي الرياضي التونسي رسميا تنتهي مباراة رادس، هزيمة أخرى للترجي الرياضي وغضب كبير وكبير. وجه لوجه مع إكرامي في زاوية سيختار طه تصير في الشوط كسشن والتقدم للترجي، وضع الكرة في زاوية صعبة جدا وضعها في سكة في المرمى تلعب كرة عرضية داخل المنطقة بحولة خطيرة وهدف التعديل، هدف العودة للفريق الأهلي. الأهلي عن طريق معلول، معلول يعوض الخطأ الكبير اللي قام به في الشوط الأول، معلول يعدل النتيجة، معلول يفتح باب المجد. عزيمة أكثر علي معلول، علي معلول فرصة ثانية، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق جاي 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 جاي. ما هذا يا الاهلي، ما هذا يا مارد الاهلي المصري. وطبعا بن محمود وهذه كره خطيره، غريبه غريبه وعجيبه. الترجي ب 10 لاعبين وفي متعب عودها في الدقيقة 94 ضد سباكسي ضد سيوي سبورت ضد وفاق ستيف. مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة كوس مثل النادي الاهلي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن.